مساء الخير يا متابعين فتح الفن الصباح لشركة وينزر بروكر. اقدمه لكم كريم مجد اليوم 3 ابريل 2020، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. ارتفاع الاسهم الامريكيه امبارح بشكل عام، وخاصه طبعا مؤشر داو جونز، وده راجع في المقام الاول لارتفاع اسعار النفط بعد طبعا الامال او ارتفاع الامال في هدنه بحرب الاسعار بين السعوديه وروسيا والولايات المتحده الامريكيه، وده خفف بشكل كبير الاثر السلبي لقفزه صادمه في طلبات اعانه البطاله الامريكيه لتعدي طبعا 6 مليون زي ما شفنا وتابعنا امبارح، وده طبعا الرقم الاكبر ورقم قياسي ما اتحققش حتى في ظل الازمه الماليه العالميه. وده طبعا راجع لقرارات العزل العام في مواجهه فيروس كورونا اللي قامت بها الولايات المتحده الامريكيه محاوله للتصدي بعد الارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير وشكل ملحوظ، وارتفاع طبعا عدد الاصابات بفيروس كورونا خلال الايام الماضيه بشكل كبير تعدى 220 الف حاله في وقت طبعا بسيط جدا وقت قصير جدا. امبارح كان عندنا بيان هام وحيد ومعدلات الشكاوي من البطاله الامريكيه، وزي ما ذكرنا لحضراتكم تعدى 6,648,000، وده رقم قياسي جديد كان متوقع عليه 3,500,000، والشهر الماضي كان 3,307,000، قفزه كبيره جدا في معدل الشكاوي من البطاله الامريكيه اكيد هتؤثر على الاقتصاد الامريكي خلال الايام القادمه. النهارده في انتظار كمان بيانات هامه من الولايات المتحده الامريكيه، هو تقرير التوظيف بالقطاع الخاص الشهري لشهر مارس متوقع عليه سالب 100,000 مقارنة بالشهر الماضي كان 273,000، وطبعا ممكن يظهر كمان أسوأ من المتوقع. معدل البطالة الأمريكي لشهر الشهر مارس متوقع زيادته 3%، ودي طبعا نسبة أيضا كبيرة علشان يوصل 3.8%، وكان الشهر الماضي 3.5%. هنختم اليوم مع مؤشر مدير المشتريات في القطاع الغير صناعي اللي بيصدر عن معهد إدارة التوريدات الـ ISM الشهري لشهر مارس متوقع عليه 44، وده أقل من الشهر الماضي كان 57.3. بذكر حضراتكم إن أقل من 50 بيدل طبعا على إنكماش الاقتصاد الأمريكي، والنسبة دي أيضا مشفناهاش من أيام الأزمة المالية العالمية. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار، خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت وتوقعاتنا ليه على مدار اليوم. اداء محايد او شبه محايد طبعا لمؤشر داو جونز، ولكن ارتفاع وتسجيل يعني سعر اعلى من سعر الافتتاح، ده لاول مره يمكن يحصل خلال الاسبوع الماضي وبعد الحركات التصحيحيه اللي قام بيها مؤشر داو جونز. اداء سلبي طبعا متوقع خلال الفتره القادمه، ولكن على مدار اليوم النهارده ما زال هناك بعض الايجابيه على مؤشر الاي ام اي، على مؤشر السار، على مؤشر الاستوكاستيك، وعلى مؤشر فلات ترند، ولذلك هنميل للاتجاه الصاعد، ولكن هنحط له طبعا شرط صعب علشان نطمن ان هو عايز يستمر في الاتجاه الصاعد، وده هيتحقق بكسر نقطه المقاومه الهامه والقويه عند ال 22300 اللي بيها يروح لل 23110 وراها ال 23790. السيناريو الاكثر توقعا، ولكن طبعا هو السيناريو هيكون محدود لان هو في النهايه في اطار حركات تصحيحيه، لان الاتجاه العام ما زال الاتجاه السلبي. ولكن على مدار اليوم في حاله يعني ما قدرت الداو جونز ان هو يقدر يكسر ال 22300 هيروح لل 23110 وراها ال 23790. السيناريو الاخر والمعاكس هتحقق بكسر ال 20810 وراها 19880 واخر نقطه عند 18980. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.